الأخوة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع فيديو اليوم عن ماذا يأكل الجن وكيف يتزوجون ويولدون. ذكر الجن في القرآن الكريم، ولذلك فعلينا أن نصدق بوجودهم على هذه الأرض بما لهم من معيشتهم وحياتهم وأكلهم وشربهم، كذلك بالإضافة إلى أماكن يسكنون بها، كما أنهم يشاركوننا في الأماكن في حياتنا وفي طعامنا وشرابنا. لكن ماذا تأكل الجن وكيف يتزوجون وكيف يولدون، وهل لهم ذرية وأبناء؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. بالنسبة لزواج الجن والشياطين وإنجابهم للذرية والأولاد، فقد استدل بعض العلماء على ذلك بقوله تعالى في أزواج أهل الجنة في سورة الرحمن، قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والطمس في لغة العرب الجماع. وذكر السناريني أن الجن يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عددا. وقال قتادة: أولاد الشيطان يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عددا. وقد جاء في القرآن الكريم في سورة الكهف، قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أما بالنسبة لطعام الجن والشياطين، روى الطبراني أن رجلا كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في آخر لقمة قال: بسم الله أوله وآخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه حتى قال أوله وآخره، فقاء الشيطان كل شيء أكله. وفي رواية: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها، وقال له: ولا تأتيني بعظم ولا روثة. ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة، قال: هما من طعام الجن، وأنه أتاني وفد جن نصيبين. ونصيبين هذه تقع في شمال بلاد الشام، وتقع على الحدود السورية التركية، وهي من ضمن دولة تركيا. وأنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وفي سند الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي صحيح مسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. هذا هو طعام الجن وكيف يتزوجون وكيف يولدون. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.